دائمين متلازمين على النبي الأمي الطاهر الزكي الثابت الوعد الأمين. أما بعد، كل الشكر والتقدير للسادة المستشارين أعضاء اللجان الفرعية لما بذلوه من جهد كبير في سبيل إخراج الانتخابات بالشكل اللائق، وكل الشكر والتقدير للسادة أعضاء اللجنة التي وجدت معنا والمشكلة من مركز شباب الجزيرة والتي ساهمت في العملية الانتخابية اليوم حتى تمت بشكل راقي ومحترم. كل شكر وتقدير للسادة الناخبين لما تجسد لهم من رقي في المعاملة الانتخابية بأسلوب حضري. كل شكر وتقدير للسادة رجال الأمن على الروح الراقية التي بذلت في هذا الشهر. كل الشكر والتقدير للسادة المرشحين على ما بذلوه من جهد في سبيل تشكيل مجلس إدارة لنادي شباب الجزيرة. أما بالنسبة لنتيجة الانتخابات فكنا نتمنى أن يشكل مجلس إدارة اليوم، ولكن لم يكتمل النصاب القانوني حيث بلغ نسبة الحائط المصوتين الحاضرين الذين صوتوا الانتخابات 6317 صوت. نتمنى لكم حظا افضل ونراكم ان شاء الله العام القادم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.